نفس السايكل اللي احنا شرحناه في البولي، لان انا ما عنديش مخططات، انا عندي صوره فقط اهي. هجيب كده الديتيلز بتاعتها، تقريبا 1080 × 720، فاضغط على اف 10 واظبط الايه الصوره 1080 × 720. لوك، واقفل دي خلاص، وابدا اسحب الصوره كده، هكبر ماكسمايز لمسقط الرؤيه بتاعي، شيفت اف، ممكن نقفل دي خلاص دلوقتي مش محتاجينها. هظبط سكرول كده، يعني انا احاول اظبط الجريد الاول كده، ده هيسهل عليا العمل بعد كده في الواجهات. هجيب كاميرا فري، اضغط كنترول سي وبعد كده سي.